السلام عليكم. دلوقتي هشوف ازاي نحط الجيومتري في بلندر الريل. اول حاجه اعملها اجي البيس والجيومتري وابدا اسحب البوكس واحطه بالشكل دوت. طيب اول ما تحط الشكل دوت هتلاقي ان انت تقدر تتحكم في اللوكيشن بتاعه، تقدر تتحكم في الروتيشن سكيلز كل حاجات دي. ممكن تيجي هنا تقول له مثلا الزد خليه مثلا 10 يظهر معايا بالشكل دوت. طيب لو انا عايز احط له ماتريال فانت ممكن تيجي هنا وتختار الماتريال وتبدا تسحب الماتريال اللي انت عايزه وتحطه على الشكل زي ما تشوف. طيب تلاحظ ان هو اتحط على واجهه واحده، تقدر تيجي هنا تعدل الماتريال ديت. طيب لو انت عملت سيلكت عليه عايز تحط كل الواجهات فتقدر تعمل سيلكت تبدا تحدد واجهه واحده، او قبل ما تحط الشكل حدد الماتيريال اللي انت عايزها وبعد كده اسحب البوكس وابدا احطه هتلاقيه خد نفس الماتيريال. طيب لو احنا خدنا الشكل دوت وقلت له انا عايز الاكس بتاعك يبقى بتن هيظهر معايا بالشكل دوت، تقدر تلفه بالشكل دوت وتقدر تسحبه. زي ما انت شايف اهوت. طيب عايز تخلي فيه حتة تانية الناحية التانية هتدوس على الألت وتبدأ تسحب فياخد لك نسخة كوبي من النسخة بتاعتك. ممكن تنزل ده كده لو انت حابب. لو انت عايز تكرر الاتنين دول ممكن تعمل سيلكت، هتلاقي عمل لك سيلكت عليهم كده، تقول له كنترول سي كنترول في وبعد كده ممكن تقول له روتيشن وتبدأ تقول له انا عايز اغير فيهم مثلا بزاوية 90. بالشكل دوت تقدر تعمل لهم موف بحيث ان هم يكونوا موجودين في الشكل بتاعك بالشكل دوت. بالشكل دوت طيب لو انت عايز تعمل اوبننج في الشكل دوت تقدر تيجي تقول له سبتراكت، يعني انا عايز اطرح شكل وتاخد البوكس بتاعك وتحطه هنا في الشكل دوت. تلاقيه بدأ يطرح الحاجة بتاعتك فانت ممكن تعمل له سكيل وتصغره شوية أو من خلال المقاس تبدأ تصغر. بعد كده تقول له موف. بحيث ان انت تقدر تخليه بالشكل دوت، تقدر تعمل الطرح في الحيطة كأنها مثلا ده باب أو شباك. طبعا لما بتدوس حرف الإف اللي هو اختصار فوكس بيبدأ يعمل زوم على المكان اللي أنت عايزه. بالشكل ده هتقدر تطرح شكل من ضمن شكل. طيب لو انت عايز ترسم اصلا باب وشباك والحاجات ديت هتلاقي الامكانيات اصلا في اركتكتشر جاهزه. تقدر تقول له مثلا عايز فلور تسحب الفلور وتروح حاططها بالشكل دوت، تقدر تقول له انا عايز احط مثلا بيلر بالشكل دوت، تقدر تقول له انا عايز وول. طبعا كل واحدة من دول ليها الماتيريال الخاصة بيها تقدر تختارها وتقدر تختار المقاس بتاعها السكيلز. ده السلك مش اهوت، ده الماتيريال اهي، وده تقدر تصغر السكيل بتاعه زي ما انت عايز. سيلكت ديليت ديليت ديليت. طيب لو انا عايز اعمل تعديل على الجيومتري دوت بعد ما حطيت العنصر بالشكل دوت تقدر اولا تغير الشكل نفسه، ان تختار اي شكل من الاشكال ديت سلندر مثلا بالشكل دوت، وتقدر تعدل في الزد والازر راديوس زي ما انت عايز وعدد الاوجه بتاعه بالشكل دوت. تقدر تختار اي شكل انت عايزه. ممكن تيجي هنا في جيومتري اديتنج تقدر تختار انك تعمل له اديت كده، اصبح ان انت تقدر تعمل سيلكت على نقطه معينه مثلا وتبدا تعدل فيها، او على سطح معين تقدر تحرك فيها، او على لاين وتقدر تعدل فيه،
واصبح عندك قدره كبيره جدا على التعديل على العناصر زي ما انت عايز. تقدر تقول له انا عايز اعمل مثلا فليب، او تقدر تعمل اوبتمايز للشكل بتاعك. ممكن تختار واجهه مثلا تعدل فيها بالشكل دوت. وتقدر من برضه تستخدم أوامر زي أوامر روتيت مثلا وأوامر سكيل. ممكن تعمل سيلكت على واجهة من الواجهات، تختار اكسترود وتبدأ تعمل انبساط للشكل بتاعك. خلينا نعملها بأمر موف دوت. تقدر تعمل انبساط بالشكل دوت، إنك تتكون شكل جديد من الشكل الحالي. عندك برضه أوامر زي تقدر تعمل ديليت، تقدر تقسم الشكل، تقدر تقول مثلا أنا عايز أختار مثلا لاين زي دوت. تقول له سبريت فيبدأ يقسم لك الشكل زي ما أنت شايف. تقدر بعد كده تعمل سيلكت على الجزء اللي فوق لوحده دوت، وتعمل له اكسترود بالشكل دوت، والجزء التاني زي ما هو لان احنا قسمناه. تقدر تقول له اللينس ده هيبقى قد ايه، تغير بالارقام، عدد القطع تقدر تعدل فيها برضو زي ما انت عايز.